بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 73 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية سوهاج. باعث الرسالة أحد الإخوة يقول: أخوكم في الله ميم راي ألف. أخونا له قضيتان. القضية الأولى يقول فيها: إنسان حلف أيمانا بالله على أشياء ألا يفعلها، وأخذته الظروف واضطرته أن يفعلها، وبالتالي يكون عليه كفارة يمين، ولكن هذا الإنسان لا يملك عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كما لا يستطيع صيام 3 أيام، كما لا يستطيع صيام 3 أيام كفارة، فماذا عليه أن يفعل ليكفر عن يمينه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن كفارة اليمين أمر واجب في ذمة المسلم إذا حنث في يمينه المنعقدة. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فاليمين أمرها عظيم، ولذلك أوجب الله الكفارة على من حنث في يمينه. وهذه الكفارة كما بينها الله سبحانه وتعالى 4 خصال، 3 مخير بينها، وهي العتق أو الإطعام أو الكسوة ل10 مساكين. والخصلة الرابعة على الترتيب: إذا لم يستطع واحدة من هذه الخصال 3 فإنه يصوم 3 أيام. وما ذكره السائل من أنه حلف أيمانا متعددة على أشياء متعددة، فإنه يلزمه بكل يمين كفارة مستقلة بعدد الأيمان، لأنها على أشياء متعددة وليست كفارة واحدة كما يقول. وما دام أنه لا يستطيع في الوقت الحاضر التكفير عن هذه الأيمان، فإن الكفارة تبقى دينا في ذمته إلى أن يستطيع فيكفر. الحاصل أنها واجب ودين في ذمته، إن استطاع في المستقبل فإنه يكفر مهما أمكنه ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لو تكرمتم التفضل بإعادة ما إذا كانت الكفارة على الإجبار أو على التخيير حتى يفهم هذا عدد من المستمعين. أنا أقول إن الكفارة في اليمين هي كما ذكرها الله في هذه الآية الكريمة. نعم. ذات 4 خصال. طيب. 3 مخير بينها. الحمد لله. وهي العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. طيب. هذه على التخير. طيب. فإذا لم يستطع واحدة من هذه 3 فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام، لأن كثيرا من العوام يغلطون في هذا فيبادرون إلى الصيام ويظنون أنه هو المتعين، مع أنه إذا كان يستطيع تكفير بالخصال المذكورة في الآية قبل الصيام، فإن الصيام لا يجزيه، إنما يجزي الصيام من لا يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع أن يكسو 10 مساكين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدي يتهاون في صلاة الجماعة مما يدعوني لتذكيره بفضائلها وترهيبه من تركها، وأكرر له ذلك مرارا وتكرارا، ولكنه لا يستجيب إلا قليلا، وأحيانا يغضب مني، وأحيانا يضطرني أن أرفع صوتي عليه فيغضب أكثر، فهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين؟ وما هو العلاج الشرعي لمثل هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن التهاون بشأن الصلاة أنه جريمة خطيرة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن من تركها متعمدا فإنه يخرج من الدين كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وهو أصح قولي العلماء إذا تركها متكاسلا. أما إذا تركها جاحدا لوجوبها فلا خلاف بين العلماء في كفره وردته، فالأمر خطير جدا. وما ذكره السائل عن والده هذا منكر عظيم، يجب على ابنه وعلى غيره من المسلمين إنكاره عليه وأمره بالصلاة وإلزامه بذلك، ولا يجوز السكوت عليه وتركه لا يصلي، ولكن الإنكار من ولده يكون أوجب القرابة التي بينه وبينه، وجوب النصيحة له. عليك أيها السائل أن تداوم النصيحة مع والدك، وما دام أنه يتأثر ويصلي أحيانا فهذا مما يؤكد عليك مواصلة النصيحة معه، وعليك بالصبر وعدم الياس وإبراء ذمتك من مسؤوليته. وأما رفع الصوت فلا داعي له، عليك أن تعظه وأن تذكره بالتي هي أحسن من غير رفع صوت عليه، لأن رفع الصوت لا يأتي بخير، ربما كما ذكر السائل أنه يسبب غضبه غضب الوالد ويسبب أيضا نفرته من قبول النصيحة. عليك بموعظته بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، تخويفه بالله عز وجل، والمداومة على ذلك والصبر، لأن هذا في سبيل الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا بتوقيع إحدى الأخوات، تقول المرسلة سين عين ميم، تقول عن نفسها: أنا فتاة في بداية عمري، أي عند أول إفطار لي في رمضان بسبب العذر الشرعي نتيجة الجهل والتهاون لم أقضي تلك الأيام التي أفطرتها، ومرت على ذلك سنوات عن الأيام التي أفطرتها في ذلك العام وقد نسيت عددها، فبماذا تنصحونني الآن جزاكم الله خيرا، علما بأنني قد دفعت مبلغ 10 دينارات عن تلكم الأيام التي توهمت أنها عددها معين، فوجهوني جزاكم الله خيرا. يلزمك قضاء الأيام التي أفطرتيها أيام العادة، وطول المدة لا يعفيك من القضاء، لا بد من القضاء، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، يعني تدفعي عن كل يوم مقدار 1.5 كيلو من الطعام عن تأخير القضاء إلى هذه المدة، وهذا الصيام دين في ذمتك لا بد من أدائه ولو طال الزمن. وأما قولك إنك تجهلين الأيام، الظاهر أن الأيام معروفة بالعادة، عادة الحيض التي كانت تعتريك فهذا أمر يعرف بأيام العادة المستمرة معك، فتقضين عدد أيام العادة. وأما الدنانير التي أخرجتها فهذه لا تغني شيئا عن القضاء، ولا تجزي أيضا عن الإطعام عن التأخير، لأن الإطعام لا بد أن يكون لا بد أن يخرج من الطعام المقتات في البلد ولا يخرج بدله نقود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح تقول: إنه معروف لديهم أن من أفطر بسبب مرض أو بسبب عذر فإنه يدفع مبلغا من المال عن كل يوم، ما هو توجيهكم؟ تقول: ربما يصل إلى ربع دينار أو نصف دينار وهكذا. هذا الذي ذكرته ليس بصحيح ولا يجزي عن القضاء، لكن من تعذر في حقه القضاء لمرض مزمن أو لهرم فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينة مقدار 1.5 كيلو من الطعام، وهو ما يعادل نصف الصاع. أما النقود فإنه لا يجزي إخراجها، إن الله تعالى يقول في حق الكبير الهرم والمريض المرض المزمن، قولوا سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، معنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام ولا يتحملونه، أوجب الله عليهم بدل الصيام طعام مسكين، نص سبحانه وتعالى على الطعام دل على أنه لا يجزي إخراج النقود. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول شيخ صالح إنها تجاوزت العقد الثالث من عمرها وتعمل معلمة، وتقول إن والديها راضين عنها لكن لم يقسم لها الزواج حتى الآن، وكل خطبة يبدأ فيها تنتهي بالفشل. ثم ذهبت كما تقول إلى بعض العرافين فقالوا إن هذا سحر. ما هو توجيه الشيخ صالح لهذا المعتقد جزاكم الله خيرا؟ من العادة أن الفتاة إذا تأخر زواجها فإن هذا يقلل الرغبة فيها، ولذلك تجب المبادرة تزويج الفتيات عند بلوغهن خشية من العنوسة وانتقال رغبة الرجال في المرأة. فما ذكرته السائلة هو من هذا القبيل، أنها تأخر زواجها بعد ذلك رغب عنها الرجال أو صرفوا أنظارهم عنها، وهذه مشكلة ننصح إخواننا المسلمين بتلافيها، بأن يبادروا إلى زواج مولياتهم عند بلوغهن سن الزواج. وأما ما ذكرته أنها ذهبت إلى العرافين هذا أمر باطل، لا يجوز الذهاب إلى العرافين لأن العرافين يتعاطون أمورا محرمة من السحر وغيره من الأمور المحرمة وادعاء علم الغيب، وهذا أمر لا يجوز. وقد جاء في الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي حديث آخر من أتى عرافا أو كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الدجالين والسحرة والكهان والكذبة الذين يدجلون على الناس ويفسدون عليهم عقائدهم. فعلى السائلة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما حصل منها ولا تعود لمثل هذا، وأن تحرص على المبادرة للزواج عندما يتقدم لها خطيب كفء على حسب الأمثل فالأمثل، ما دام أنه مستقيم في دينه وأخلاقه فتقدم على الزواج. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ولو كان قليل ذات اليد، كما قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الزواج قد يكون سببا للغنى، ولهذا يقول بعض السلف اطلبوا الغنى بالزواج، لأن الله وعد بذلك في قوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ألاحظ فيما ألاحظ في ثنايا هذا السؤال أنه تقدم لخطبتها شخص لكن تقول إنه ليس هناك تكافؤ بيننا من حيث السن ومن حيث العقل كما تقول، وتخشى أن يكون هو الذي قام بعمل ما تسميه بالسحر. ما هو توجيه الشيخ صالح؟ أما فارق السن فهذا لا يؤثر. طيب، هذا لا يؤثر، يجوز أن يتزوج الكبير بالصغيرة وأن تتزوج الكبيرة بالصغير، ففارق السن لا أثر له. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين وعمره يقارب 50 وعائشة في 6 من عمرها رضي الله تعالى عنها، فالمدار على صلاحية الزوج على أمانته ودينه ولو كان كبير السن. وكذلك المرأة الكبيرة لا بأس أن تتزوج ممن يصغرها في السن ما دام أنه صالح للزواج منها. وأما إذا كان أنه ليس عنده كفاءة عقلية كما ذكرت السائلة، يعني وهذا النقص في عقله يؤثر على العشرة الزوجية وعلى الحالة الزوجية، فهذا عذر لها في رفض الزواج منه لأنها لا مصلحة لها من الزواج من مثل هذا. وأما أنه هو الذي عمل السحر فهذا ظن واتهام يجب أن تتركه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال آخر، تقول هل نزل القرآن على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسور بأسمائها المسمى بها الآن؟ أي مثلا سورة البقرة نزلت على الرسول بهذا الاسم، وكذلك بقية السور جزاكم الله خيرا. أسماء السور منها ما هو منصوص عليه ومنها ما سماها به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن السور ما اسمه وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة وآل عمران، ورد ذكرهما في الحديث أن سورة البقرة أن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير.
وجاء في الحديث أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فمن السور ما اسمه ثابت بالنص، ومنها ما سماه به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك كان يذكر في السورة بعض الأشياء فتسمى به، مثل العنكبوت، سورة العنكبوت، سورة الجن لذكر الجن فيها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، سورة الفيل لقصة ذكر قصة الفيل فيها، وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما ألقى متسولا في الطريق فإني أقوم بإعطائه ما أقدر عليه ولا أحب نهره، امتثالا لقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. ولكن بعض الناس يقولون بأن أولئك المتسولين هم ليسوا في حاجة إلى الأموال، ولهذا لا يجب إعطاؤهم، وإن ذلك عادة اعتادوا عليها، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. السائل يبنى على ظاهر حاله فيعطى ما تيسر بناء على ظاهر حاله، إلا أن تعلم أنه غني أو أنه ليس بحاجة إلى السؤال، فهذا ينصح ويبين له حرمة هذا العمل ولا يعطى شيئا. إذا عرف أنه غني إنه لا يعطى، ويجب نصيحته وتذكيره لأن عمله هذا حرام، كما جاء في الأحاديث أن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، وجاء في الحديث أن الرجل لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا في حق الذي ليس بحاجة إلى السؤال، أما المحتاج فلا بأس أن يسأل، والمسؤول يبني على ظاهر الحال ما لم يعلم غنى هذا الشخص. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيم في المدينة المنورة رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين حاء، يقول: ارتكبت معصية من المعاصي وندمت على هذا الفعل، وحلفت على المصحف ألا أعود مرة ثانية، ولكن غرني الشيطان مرة ثانية، وبإذن الله ناوي ألا أعود ثانية، ولكن يا فضيلة الشيخ، ما الكفارة لهذا الحلف على المصحف؟ أهو إطعام مسكين أم صيام أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. كفارة اليمين إذا كانت منعقدة، يعني عقدها على أمر مستقبل ممكن، كفارته كما ذكرها الله سبحانه وتعالى: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والإطعام يكون لكل مسكين نصف الصاع، أي 1.5 كيلو تقريبا، يعني يأخذ 15 كيلو من الطعام ويوزعها على 10 فقراء، لكل مسكين 1.5 كيلو، أو لكل مسكين ثوب 10 ثياب ل10 فقراء، أو يعتق رقبة، والاعتاق أفضل، هذا هو الواجب. وأما الحلف على المصحف فهذا لا أصل له، فالحلف تجب به الكفارة ولو لم يكن على المصحف، وإذا حلف على المصحف فكفارته مثل ما لو حلف على غير المصحف، فاعتياد الحلف على المصحف هذا لا أصل له. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: كنا مجموعة نؤدي فريضة الحج منذ 7 سنوات، ونحن نطوف بالكعبة المشرفة والزحام شديد، إحدى الحريم وجدت أسورة ذهب على أرض الطواف، ولم نعرف صاحبة الأسورة، والزحام شديد في الحج، وسافرت بها إلى البلد، والآن هي موجودة معها وتلبسها، فكيف السبيل في هذه الأسورة؟ جزاكم الله خيرا. لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن يريد أن ينشد عليها، يعني ينادي عليها لعله يأتي صاحبها، والمنادات عليها لا تنتهي بمرور عام بل تستمر، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطته، يعني الحرم، إلا لمنشد. فما فعلته المرأة من أخذ الأسورة والذهاب بها إلى بلادها هذا خطأ كبير، والواجب أن تعاد، وأن يسأل أو يذهب إلى المسؤولين في الحرم والمعنيين بالأموال الضائعة الحرم، لعل اسم صاحبة الأساور مكتوبة عندهم أو عندهم خبر منها، فإذا لم تجد عنها خبرا ولم تستطع إيصالها بأي طريق فإنها تتصدق بها، تبيعها وتتصدق بها أو تعطيها لمحتاج ولا تتمولها أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى
على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.